مجدي بدر، أستاذ الأدوار الثانوية، وبرغم من ذلك فهو يعتبر أحد أهم النجوم في فترة التسعينيات والألفية. اشترك في العديد من الأعمال ولكن لم تكن أدوار بطولة، وقد أداها ببراعة، بل وفي أدوار كثيرة استطاع أن يلفت إليه الأنظار ويخطف النجومية عن البطل الموجود في العمل. الفنان مجدي بدر عاشق للفن، فهو لا يهتم بالحجم قدر اهتمامه بالكيف، ولهذا استحق أن يشترك في أشهر الأعمال الفنية. حياته الشخصية كانت مثال للمثابرة والجهد، وهذا ما سنتطرق إليه بعد دقائق بالتفصيل، كما سنتحدث عن حياته الفنية وأهم الأعمال التي اشترك فيها، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ولد مجدي بدر يوم 1 أكتوبر من عام 1970. منذ طفولته تنبأ له الجميع بأن يصبح نجما تلفزيونيا لما ظهر عليه من موهبة منذ نعومة أظافره، وبالفعل بعد أن أكمل تعليمه الدراسي حاول أن يحقق حلمه ويستغل موهبته الفنية، فاشترك في مسلسل صنايع من خلال دور بسيط، ولكنه استطاع من خلاله أن يلفت إليه الأنظار، واشترك بعد ذلك في مسلسل على الأصل دور، وهذا ما أهله أن يشترك في دور كانت من خلاله انطلاقته الحقيقية، حيث اشترك في مسلسل يوميات ونيس، والذي استطاع من خلاله أن يكتسب الخبرة المناسبة والتي استطاع بها أن يخطو خطواته الفنية بثبات وقوة. وبالفعل بعد مسلسل يوميات ونيس انهالت عليه العروض المتنوعة والتي كان يختارها بعناية، فقد نرى أن طوال مشواره الفني استطاع أن يقدم الأدوار والشخصيات المختلفة، ومن ضمن هذه الأعمال ساكن قصادي، ساحرة الجنوب، سرايا عابدين، تحت السيطرة، سقوط حر، الخروج، 30 يوم، لمعي القط، أسمهان، كافي تشينو، ليالي، قضية صفية، المعمورة، أوراق مصرية، أناديل البحر، العميل 1001، شباب رايق جدا، أم العروسة، الرقص على سلالم متحركة، بعد الطوفان، الحرامي والعبيط، القشاش، أنا مش معاهم، عمر وسلمى، لمح البصر، زمن الجدعان، سفينة الحب والعذاب، خريف آدم، وعلمني الحب. أما عن حياته الشخصية والتي كانت مليئة بالحب والمثابرة، فقد تزوج من الفنانة سامية عاطف والتي قدمت عدة أعمال فنية، أشهرها دور داليا بمسلسل هبة رجل الغراب، وكان زواجهما بعد قصة حب، وكانت حالته المادية صعبة جدا وقتها وغير مؤهل للزواج، ولكنه تزوج في شقة بالإيجار وأيضا بعفش قديم لكي يبقى مع الإنسان التي أحبها ويكمل معها باقي عمره. وعن قصة زواجهما صرحت زوجته في إحدى اللقاءات التلفزيونية بأنها بدأت حياتها مع زوجها بلا مال، وقاموا بشراء ما يلزمهما فقط والأشياء الضرورية بالمنزل، وظلوا في تلك الشقة لمدة عام، ثم انتقلوا إلى شقتهم التمليك. كما تحدثت أيضا الممثلة سامية عاطف بأنها كانت لا تبالغ في طلباتها من زوجها الممثل، ولم تقوم بعمل حفل زفاف، واقتصرت على حفل كتب الكتاب فقط، وأنها بعد الزواج كانت أحياناً تساعده من مالها الخاص إلى أن تحسنت أحواله المادية. وبعد زواج 8 سنوات رزق الزوجين بابنتهما دليدا، ووصد فرحة كبيرة من أصدقائهم وزملائهم بالوسط الفني. عزيزي مشاهد، وبعد استماعك لتقرير اليوم، ما رأيك بقصة زواج الفنانين العاشقين مجدي وزوجته